حبتين يا ابو سيف الفقر حقنا هذيك نروح ناكل قبل ما نخلصون بسرعه وسلامين يذنى من طيب نية على اللي ما ترد في خوية خوية لأجل خوتنا يضحي ولو يرد على يا سلام ينثنى من طيب نية على اللي ما ترد في خوية خوية لأجل خوتنا يضحي ولو يرد على حظ المنية يا كم يرخص مالي ويتغاضى يعاتبني ولا يزعل علي منا يا طيب مجنها نهلها على ما قيل والنية نطية وإذا ما كنت في الدنيا يا مجمل فلا تفسل ترى الدنيا دنيا وإذا ما كنت في الدنيا مجمل فلا تفسل ترى الدنيا دنيا وإذا ما كنت في الدنيا مجمل فلا تفسل ترى الدنيا دنيا سلام ينثنى بطيب نية على اللي ما ترد في خوية خوية لأجل خوتنا يضحي ولو يرد على حظ المنية لا 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 العب انت العب توقف العب العب ما شاء الله انقطرك تك تك انت حمس سلام عليك انا مقدم به المقطع يلا 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 مقطع قديم هذا فاتح ولا طلع حبيبي والله سلم لي على هالمحايل كلهم والله اني احبكم يا هالمحايل وترى اول مهرجان يروح علي ولا شارك فيه اني احبكم يا هالمحايل سلام جود نايت كذا اقدر تعرف جود نايت اي ام ابو حياك الله جود نايت هلا مرحبا هلا 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 ادريس هلا ادريس يلا تبون فزعه شوفكم على خير زياد عنك الله يسعدك ما يحتاج بين وي ها هذا خرتها هذا خرتها يا ادريس اخذت اغراضك كامله هدية مع الهدايا هذيك افتح الباب يا ابو داحم الله يوفقك يا ابو عزام موفق ادريس ولا تنسى السلام ها الله يسعدكم سلمني على اهل المحايل اسير كلهم وسلمني على عمك وسلمني على ابوك وسلم على خالك افتح افتح مين صح؟ صح يا ادريس ايش اسمه؟ خالك بالله العظيم وما يسلم عليك يلا مع السلامه يا شباب شكرا على خير لا لقاء قريبا شكرا الله ادريس اقول اقول انت غلق اشغالك تعال والله العظيم باذن الله تغلق وتعال ورانا ورانا شو اسمه شوفك عيني مدني انا مدنيك بامان الله يلا مع السلامه الله يرعاك يا هلا قول قول هزق لا لا اطلع اي واحد يتوظف هزق رئيس بلديه لو يوظفك مستشار ما يعرف شيء في اللعبه ليه يا اخي ما شاء الله عليك انشغلت مع الاداره لقيتك مع الضيوف تخيل العود انشغلت مع الاداره لا هذه شغلة صار من زمان والله ما شاء الله